حسناً دانا أنهيت واجبي، آمل أن أحصل على علامة جيدة، وأنا لا أستطيع أن أحل هذا. حسناً تعالي عندي اليوم بعد الدوام سأساعدك. بصراحة لدي خطط بعد الدوام. دانا الدراسة مهمة، لذا أجل خطتك لوقت لاحق. إذا سأنتظرك في غرفتي، سننظر للدرس الذي لم تفهميه. حسناً أختي كما تريدين. انظري من القادم. كنابة. لا فتيات، ألم تتعلموا إلقاء التحية على الإدارية؟ مرحباً فيونا. بالمناسبة الوردي لم يناسبك. لا بلوندي، الوردي يناسبني كثيراً. منى انظري كيف أصبحت ثقة فيونا في نفسها. أها ارتدت الوردي ووثقت في نفسها. أتعلمون فتيات، لم نذهب للتسوق منذ مدة، دعونا نحن الصديقات الثلاثة نذهب للتسوق. كنابة، لما لم تقولي هذا سابقا؟ ولما بصوت عالي ليسمع الجميع؟ فتيات يجب أن نشتري ملابس رائعة لكي نشع في الأكاديمية. دانا سمعتي، سيذهبون للتسوق. أجل دانا، إنهم يصرخون عمدا لكي يزعجونني. يمثلون أمام الناس. والناس هم أنا وأنت دانا. فتيات لدي الكثير من المال، لذا أستطيع أن أشتري لكم أيضا. حقا؟ بالطبع لا. كنابة اسمعي، كفى من التباهي أمام ديانا، هذا لا يعمل معها. بلى إنه يعمل. وأين الفتيات؟ شباب الرائعين سيأخذوننا إلى التسوق. من؟ شباب الرائعين، سأعرفكم عنهم. شباب الرائعين الذين لا يوجدون. حسناً ديانا، كنابة تحاول إزعاجك صحيح؟ أجل، لكنها لا تنجح في هذا. غالباً لن تتصالحوا. إذاً لما لا تعودين إلينا؟ شكراً فتيات على العرض، لكنني أرفض، أنا لست قطة. ديانا أرنبة. كما تريدين ديانا. اسمعي ديانا، أعرف كيف أصالحك مع كنابة. لا لا تعرفين، كنابة يجب أن تقوم بالخطوات الأولى بنفسها. لكنها لا تستطيع، كبرياؤها يعرقلها. ديانا لتحافظ على كبريائها يمكنها أن تفعل ذلك سرا في رسالة. رسالة؟ يمكننا أن نرتب يوم الرسائل السرية في الأكاديمية، وكل الطلبة يمكنهم أن يرسلوا رسالة سرية لبعضهم. فكرة جيدة. سنرى ماذا ستكتب كنابة في رسالتها ولما سترسلها. سعيدة لأنكم أحببتم فكرتي فتيات. حسنا، سأعلن أن اليوم هو يوم الرسائل السرية. افعلي ذلك فيونا. فيونا أصبحت رائعة، أحببت هذا. لا 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 لا. تحلون في القمامة مجددا؟ لا لا نفعل. وجدت هذه أولاد، اكتشافي الأول. يا إلهي، جي 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 جي. كيف سنذهب الآن للمقهى ونطلب منها كعكة بعد هذا؟ شباب، هل عاديتم جيجي بهذه الموهبة؟ رائع، هيا جيجي. لا، فقط لدينا مواهب مشتركة. حسنا، أحببت هذا، لقد أحببت جمع الأشياء. يا إلهي، أنت فتاة. هكذا يؤثر الأولاد السيئين على الفتيات. الآن القمامة ليست مخيفة بالنسبة لي، انظروا ماذا وجدت. تقريبا لعبة جديدة. ها أتساءل هل هذه اللعبة ستصبح صديقة جيجي؟ اذهب من هنا. ليست صديقة بل وسادة. جيجي فلتغسليها أولا. لا أهتم باب. صديقنا جيجي قبل. هيا نحن في أول الشارع، ما زالت هناك الكثير من القمامة. مرحبا، أنا وعائلتي نحب الحيوانات جدا، لذلك قررنا إنقاذ حديقة الحيوانات المهجورة هذا. قم بتنزيل لعبتنا كي تستطيع الاعتناء بكل الحيوانات وتساعدنا ببناء أفضل حديقة حيوانات في العالم. سوف أراكم في اللعبة. يجب أن نخبر فيونا والمعلم مايك عن بحث جيجي في القمامة. من يضمن في المقهى أنها تغسل يديها؟ أجل، لا أحد. فتاة القمامة تغيرت كثيرا. كنابة أتمزحين؟ هذه مهزلة. فتيات وكأننا نتسوق. قلت أن لديك الكثير من المال. لقد تغيبنا عن الحصص بسببك. أنتن غريبات، نحن هنا لذا لن يرانا أحد، وسيظنون أننا نقوم بالتسوق. هل حقا صدقتم أنني سأشتري لكم شيئا؟ سأخبرك بالمزيد، صدقنا أيضا أن الشباب الرائعين سيأخذوننا للتسوق. كذبت علينا. لقد كذبت لكي أبدو رائعة أمام ديانا. مرحبا، لما تغيبتم عن الحصص؟ تبا، لما أنتم هنا؟ ولما أنتم هنا؟ نحن ذاهبين للحصة، أتأتون؟ كنابة، لا، نحن ذاهبين للتسوق. حسنا، بالتوفيق. ماذا كانوا يفعلون هنا تبا؟ رائع
التسوق فشل وسيتسجل غيابنا أيضا. أيمكنكم أن تصمتوا؟ سئمت منكم. أنا أتساءل لما فيونا قررت أن تجمعنا في الفصل. تريد أن تعلن عن شيء. فيونا لديها فكرة رائعة. فيونا لا يمكن أن تكون أفكارها رائعة. صحيح. مرحبا. مرحبا ديانا دانا. مرحبا أولادي، استعدوا، يمكنكم أن تكتبوا؟ أجل يمكننا. ماذا سنكتب؟ هل لدينا اختبار؟ فيونا جمعتنا هنا لأجل شيء رائع. شباب مرحبا، فيونا لديها فكرة رائعة حقا. اليوم سنقوم بيوم الرسائل السرية. الجميع يمكن أن يكتب رسالة ويتمنى شيئا جيدا، ويمكن لأحدهم الاعتذار، طلبوا الاعتذار بسرية. فيونا كنب وصديقاتها ليسوا هنا، ذهبوا للتسوق. ماذا؟ أي تسوق؟ إنهم يختبئون. حسناً، لم أشك في هذا. كنابة كذبت مجدداً. مونا، رسالة سرية، أنا أعرف لمن سأكتب. هل أحببت فكرة فيونا؟ حسناً، جيدة. حسناً شباب، اكتبوا الرسائل السرية من قلبكم. وأهم شيء اكتبوا لمن؟ حسناً، الرسالة السرية هي رسالة سرية. أتعرف لمن ستكتب إسماعيل؟ أجل، لدي الكثير لأقوله لذاك الشخص، لكن هذا سري. لنكتب. توقفوا عن الهمس، أسمع كل شيء. يانه من يوم، رسائل سرية، هذا غير عادي. أجل، أتتخيل كيريل؟ فيونا فعلت هذا لأجلي لكي تعتذر مني كنابا، لكنها ليست هنا. إذن دعيني أرسل لها رسالة سرية كي لا تفوت شيئا. ماذا تقصد بسرية؟ من رقم مجهول. كيريل، لماذا لديك رقم مجهول؟ ديانا، أحياناً أتصل بتوماس وأمزح معه. حسناً شباب، أخبروا الجميع أن اليوم هو يوم الرسائل السرية. سيكون الأمر رائعاً وعاطفي. أمل أن تكون الرسائل السرية جميلاً لنسمعها. كيريل، هل تعطيني رقمك المجهول اليوم؟ لماذا؟ سأتصل بك لاحقاً. لا أحد في المقهى؟ لا. هيا، أخبريني أرجوك كنوبا، كيف سنعود للأكاديمية بعيد فارغة؟ لقد كنا في التسوق. ألا ترين نحن نتسلل؟ نتسلل حتى لا يرانا أحد. وماذا يرانا أحد من دون أكياس؟ لا أحد سيرانا، أنتم مزعجات. انظروا. أشتركنا كثيرا للأشياء. تعيد الآن يملك آيفون جديد. شوان شكرا. لا مشكلة. كنتم تتسوقون. تخيلي أجل، اشتريتم الكثير، أحسنتم. زاك أنفق الكثير من المال علي، يمكنه أن ينفق كل شيء من أجلي، صحيح زاك؟ كل شيء. انتظروا، لم ننتهي. تبا، اليوم هو يوم الرسائل السرية في الأكاديمية. ماذا يعني هذا؟ لا أعلم، لكن يجب أن نعرف. يا إلهي، لنذهب للأكاديمية، فوتنا الكثير. لنتبعهم. ماذا؟ نحتاج للأكياس. جاب، التقطني صورة مع هذه. لعلمك هذه لي ولن تكون الأخيرة. شباب مرحبا، جيجي اثنان كاكاو. بالمناسبة، هل كتبتم رسائلكم لأحد ما؟ رسالة سرية لشخص ما؟ اليوم هو يوم الرسائل السرية، تخيلكم هذا رائع. رائع، لكن لا أرى هو ما وجدته في القمامة. تلميذتي، انظري، تقريبا جديدة. جيجي، لا، هل أصبحت جامعة خردك؟ ديانا، يمكنك تسميته كما تريدين. أنا لست جامعة خردة، أنا أبحث عن الكنز. أظن أن الكنز سيكون في القمامة. جيجي، هل قمت بغسل يديك؟ انظري، يمكنك إحضار مجهر، لن تجدي جرثومة. لن تجدي أي واحدة. دانا، سيكون من الرائع أن تصبحي جامعة خردة أيضا. بوب، لا، دانا لن تكون جامعة خردة. ديانا، لما تجيبين مكاني؟ لن أكون جامعة خردة، لكن يمكنني أن أجيب بنفسي. بوب، دانا لن تكون جامعة خردة. دانا، إنه يجلس بالقرب مني. حسناً دانا، سأجد عملات ذهبية وأشتري لك عربة كالأميرات. وأين ستقود دانا تلك العربة؟ بصراحة أريد برش وردية. سمعت بوب، برش وردية وليست عربة. أعرف لمن سأكتب الرسالة. لمن؟ لي؟ لا، بوب. لما بوب ولست أنا؟ لأنه صديقي جيجي، استيقظي. يتشاجرون مجدداً؟ بوب، جيجي صديقتي، يجب أن تكونوا أصدقاء. أتعلم جوب، سئمت منها ولن أحبها أبداً. حسناً شباب، كفى شجاراً، أعطونا الكاكاو. إذاً دانا، لما ستكتبين الرسالة؟ ديانا، لن أخبرك بهذا، لأن الرسالة سرية. حسناً، وأنا سأكتب رسالة لكنوبا، أريد أن أخبرها بما أشعر. هاي الرسائل السرية، لا تقرأي. لن أفعل.
نحن متابعات جدا بعد التسوق، لكن جئنا مسرعات لنكتب الرسائل السرية. آمل أن يتم قراءتها اليوم. اليوم؟ اليوم سنقرأها. آمل أن تكون الرسائل لطيفة. آمل أن تصلنا رسائل جميلة اليوم. وأخيراً ديانا وجدناكِ. ماذا حدث فتيات؟ ألم تستطيع حل أمر الرسائل السرية؟ تمت سرقتنا من طرف كلوبا وصديقاتها. لقد أخذ أكياسنا وكانت هناك مشترياتنا. أنفقنا مالنا. تباً حسناً فتيات، سأتحدث مع كلوبا لتعيدها لكم. لما فعل هذا؟ ليظهر أنه عاد من التسوق. هذا ليس كل شيء، يجب أن نطرد جيجي من المقهى. إنها تبحث في القمامة. لسنا متأكدين أن كانت تغسل يديها. أوه فتيات، أعرف هذا مسبقا، لكن لا تقلق، جيجي تنظف يديها بالمعقم. نأمل. أرجوك أخبري كنوبا أن تعيد لنا أغراضنا، نحن نريد أن نفتحها. كنوبا لسا. حسنا سأهتم بهذا لاحقا، يمكنكم الذهاب. كنوبا اختارت طريق الخطأ. رسالتي؟ رسالتي أيضا. إذا هل نقرأ الرسائل الآن؟ لسات أعيد لنا أغراضنا. هيا أغراضكم خذوا. فتيات لا تصرخوا، الآن لدينا حدث مهم. جئنا لكي نقرأ الرسائل. أوه الكثير من الناس. شباب لنرتب مكانا ونبدأ بقراءة الرسائل. من يساعدنا في قراءة الرسائل؟ ديانا وكنوبا. ديانا وكنوبا سيساعدوننا. رائع، هيا. انسف انسف، دعوني امر. اذا انا ابدا. لنبدا. حسنا شباب، هذا الحدث الرائع نظمته فيونا. امل ان تكون كتبتم اشياء جيده لبعضكم البعض. امل ان لا يكون احد كتب لي كنوبا كل البيض النيئ. كنوبا لن نستطيع فعل هذا، على عكسي. اذا انا ابدا. لنبدا. الرساله لشون من شخص مجهول. وانا لدي رساله للجوب. شون اشتري عدسات، النظارات لا تناسبك. شون لقد اخبرتك. انت من كتبت الرسالة؟ لا، ساجد هذا المجنون وألكمه. رسالة لجوب. انا امل ان تجد كنزا غاليا، انت صديقي المفضل للابد، كل الود. من الرائع سماع هذا، اعلم من من. هل عرفت الشخص المجهول؟ التالي. والان لدي رسالة لي منى من مجهول. تسأل ماذا كتب لي؟ سنعرف الان. أحد ما كتب رسالة رائعة لمونا. مونا أغار لأنك صديقة بلوندي ولست صديقتي. لدي رسالة لك ديانا، أريد أن نكون أصدقاء، صداقتنا كانت رائعة. أتساءل من؟ لكن لست أنا. لنتابع، الشباب ينتظرون الرسائل. هذه رسالة من شخص مجهول لي. لي أنا. أتعلمين ماذا؟ أحياناً أنظر لك وأرغب في أن نعود أصدقاء مجدداً، وأحياناً أود أن أكون مسؤولة عن حركتي أيضاً، لذا لا أعرف ماذا أختار. رائع، من هذه الرسالة؟ وأنا لدي رسالة للمعلم مايك. معلم مايك، أنا أريدك أن تمارس الرياضة وتكون أكثر وسامة. معلم مايك تعال عندنا سنعلمك الرياضة. شكلي جيد. تابعوا تابعوا. الرسالة التالية لتوماس من مجهول. أنت سيء في كرة السلة، تدرب أكثر. ماذا؟ من منكم؟ يا له من مقبس رائع. واضح سأعرف من المرسل. لدي رسالة لك فيونا. شباب بصراحة ظننت أن الرسائل ستكون بها أمنيات جميلة، لكن لا، إنهم يمزحون. لدي نكتة أخرى. فيونا احرقي شعر قدميك. يا إلهي فيونا. مايك أهذا أنت؟ هذا وشم ولا يمكن أن يحلق. الرسالة التالية لزاك. زاك يجب أن تزيد الوزن، تعال للمطبخ وسأقوم بإطعامك. وأنا لدي رسالة لشون. شون قال أن أطلب الغفران سرا، لذا اغفر لي ديوني أرجوك. شكرا للذي يريد أن يطعمني، حقا يجب أن أزيد الوزن. من يجب أن أغفر له ديونه؟ إذا شباب لنتابع. إذا والرسالة التالية لي كنابا. مستعدة لأعطي فرصة ثانية إن اعتذرت من كل قلبك. إن أردت أن أساعد صداقتنا تعالي وسنتحدث. أتساءل من هذا المجهول؟ لا أستطيع أن أخمن. وأنا لدي رسالة لجيجي. جيجي ارتدي الكاب لكي تبدي طويلة وأكثر أنوثة. هل رأيت هذا؟ الكاب سيعيق طريقي. أنا جامعة خردة. تهانينا جيجي. إذا الرسالة التالية لي
لتيمور. تيمور، مؤخرا لاحظت أنك أصبحت أضخم، أنصحك بأن تقوم بتمارين الكارديو. من كتب هذا؟ أنا شاب قوي. حسناً حسناً، لا تغضب. تيمور، خذ هذه الرسالة بعين الاعتبار. وأنا لدي رسالة لتوماس. توماس، أحب ستايل ملابسك، أريد أن أرتدي مثلك. توماس لدي ذوق. إنها مجرد ثلاث خطوط وتقوم بعملها. الرسالة التالية لي بلوندي. لي، ماذا إن كتب شيئاً سيئاً؟ لا يمكنهم أن يكتبوا شيئاً سيئاً عن بلوندي. بلوندي، احذري من منى، إنها تستغلك فقط. لدي رسالة لتايا. ماذا هل جننتي؟ هذا غير صحيح. أصمتوا، لدي رسالة. تايا، أنت جميلة ولطيفة، أريد أن نكون أصدقاء. شباب، من يريد أن يكون صديقي؟ تايا حتما ليس شاب. أنا لا أهتم. الرسالة التالية لمودي. ابتعدوا ابتعدوا، أريد أن أسمع. مودي، لقد سئمت منك. ماذا؟ أنا أيضا سئمت منك. يا إلهي، متى سينتهي هذا؟ ظننت أن الرسائل ستكون أجمل. حسنا، سيكتبون شيئا جيدا لنا. لدي رسالة أخرى لجيجي، سأعطيك نصيحة، تعلمي طبخ الوافل لأنها غير لذيذة. ماذا؟ أنا أعد ألذ وافل. أجل، التالي. فيونا، يمكن لأحد أخذ مكاننا؟ أجل، يجب أن نتحدث قليلا. كنوبا، أي رسالة هي رسالتك التي أردت أن تكوني مسؤولة عن حركتك؟ حسنا، أجل، صحيح. هل سمعت رسالتي؟ ربما يجب أن تفكري في هذا. أيمكنك ألا تحلي هذا أمام الكاميرا؟ حسنا، شباب، ضعوا إعجابا واشتركوا في القناة وفعلوا الجرس وانتظروا حلقاتنا الجديدة. أراكم لاحقا. وداعا. أتعلمين كنوبا، أظن أنك خايفة من أن تأتي عندي وتعتذري. أنا؟ لا، أنا فقط أفكر هل أعيد صداقتنا أم لا. I was starving, now I'm eating till my belly full. From up north, we get cold, you need a heavy coat. Scared to end up on a shirt before I send a fold. Devil on my back, target on me, deadly too. Play for keeps, don't tweet. It's not peace, don't speak. 24, no sleep. This is real, no tweet. My bros for life, can't break this link. Family on my side, baby, stay around me.